رجل الله سعيد عبده تحت قيادة وفاح صر روح القدس يخدم بالصلاة والتحرير في خط الصلاة لأشخاص باحثين عن يسوع المسيح كي يضع نهاية لقيودهم، بينما يطلق رجل الله سعيد عبده الصلوات بقوة الروح القدس، قوة قيامة المسيح تفيض من خلاله لتأتي للناس بالشفاء والتحرير وجميع بركات الله لأجل خلاص نفوسهم. فبذكر اسم يسوع المسيح كل ركبة للمرض والسقم والقيود لا بد أن تنحني. قوة يسوع المسيح وتأثيره اليوم أعظم من وقت خدمته على الأرض، لأنه بإمكانه أن يكون موجودا في جميع الأماكن في كل نار الروح الأوقات القدس، بروحه. نار لنرى ما الذي نار حدث. نار 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 الروح القدس. يلا اتحرك، يلا اتحرك انت. مين يسوع يشفيه؟ يلا حررته. نار 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 نار. مين انت؟ اوه ماي نيس ابراهيم يا مين انت؟ باسم يسوع المسيح مين انت؟ ملك. فين مملكتك؟ في الجبل. تعالى بصوت عالي. في الجبل. ايه؟ في الجبل. في الجبل؟ أنهي جبل؟ مملكتك في أنهي جبل من الجبل؟ فين الجبل ده؟ جبل العالم. ها؟ جبل العالم كله. جبل العالم؟ كله. جبل العالم. فين مملكتك في جبل العالم؟ ليبيا. ها؟ ليبيا. ليبيا؟ آه. عملت ايه في ليبيا؟ دمرت. كلب تعالي. دمرت. ازاي دمرت ليبيا؟ دمرت. ازاي دمرتها؟ دمرتها. ها؟ كانت الحرب. ها؟ في حرب بعضهم. كلب. حاربناهم. حاربناهم. حاربتوهم. حاربناهم. حاربتوهم ليه؟ عشان هم مش كويسين. مش كويسين. ايه مهمتك؟ ندمر الناس. ها؟ ندمر الناس. تدمر الناس؟ اه. ايه اللي انت عملته في حياة الشاب ده؟ دمرته. ازاي دمرته؟ دمرته بكل شيء. انا مستعيري. دمرته بشغله بكل حاجة. صحته. في اهله. مين انت؟ مين انت؟ اسمك ايه؟ احمد. ايه طبيعة روحك؟ ايه طبيعة الروح ده؟ هو بيقول عشان يسيب المسيح. اترك باسم يسوع المسيح ولا تعود. اترك. اترك يا الشيطان يا الروح النجس. امرك باسم يسوع المسيح. اترك. اترك. شكرا يا رب يسوع المسيح. هللويا. هو اتحرر باسم يسوع المسيح. كن حر. قوم قوم. اتحررت. يسوع حررك. مين اتحررت؟ حررت. شكرا يا يسوع.